لليوم الرابع التوالية يواصل المواطنون التوافد إلى منزل المناضل الشيخ نعمان دويد للتهنئة بسلامة العودة من رحلته العلاجية جراء إصابته في الجريمة الإرهابية التي استهدفت رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح وكبار قيادات الدولة أثناء أداء أول جمعة من شهر رجب الحرام في 3 يونيو في عام 2011. أعطى الجميع للمواطنين وللناس جميعاً الكثير والكثير وحقق كثير من المنجزات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالعافية ويعود إلى سابق عهده معافى ويقدم لبلده الذي يحتاج إليه الكثير مما يريد. كل الشرفاء من اليمن من أبناء اليمن منتظرين ماذا حتعمل الدولة بالنسبة لما حدث في جامع دار الرئاسة ومنتظرين العدالة. المهنئون الذين يمثلون مختلف الأطياف الشعبية عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بعودة مناضل اليمن. أعتبر هذا اليوم لا بد ما يؤرخ في مسودة التاريخ، لأن هذا رجل من كبار اليمن ضحى لليمن وقدم الغالي والنفيس، والذي حصل كان أحد التضحيات، ولكن لا بد من يوم تشرق فيه شمس إن شاء الله. ونحن في منزل الشيخ المناضل الشهيد الحي نعمان أحمد صالح دويد، والذي عاده الله سالما غانما رغم كيد الحاسدين والمغرضين، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد لهم الشهادة وأرادهم البقاء. المهنئون جددوا إدانتهم للجريمة الإرهابية النكراء مطالبين بسرعة ضبط المتورطين فيها تنفيذا لشرع الله، محملين الحكومة مسؤولية التهاون في ضبط المتورطين ومحاكمتهم. ندى فريد، اليمن اليوم، صنعاء.